كيف السياسة العالم وليد فوق الطاقة كانت هنا وشوف كثير من طرف العديد وعجبون رغم الإصابة وكل ذلك جيب الشخصين الوطني قوموا بشكل سبق العالم هل لكم بالمصاب من لا لا المهم يحتمى الماكسيموم شوف الدراري تقتلوا تبقيت الله حياتنا باغي نديوها احنا فرقة اليوم اللي كتعرفش كدير كتسناك كتسنى غير دير ليغور هادشي اللي درنا في اول ماتش اللي عندنا بزاف اللعابه طولوا ماكسيموم مزراوي تمرين لعاب غانا مسايس حتى هو شفتي الدغيا غادي يدخلوا حتى طولوا ماكسيموم ما عندي ما نقول اللي كيحتوا الماكسيموم ما نقدرش نشجلوا دوماج ما جاش هاد البوت باش يعاوننا حك ما كتبش المهم هي حنا ماكسيموم يسمحوا لنا المغاربه ان شاء الله اكيد وليد رحله متواصله الامل هو ان نكونوا الثالث العالم المباراه المقبله امام كرواتيا اكيد تحضير هذه المباراه اللي نتمنوا على انها تكون ملحمه تاريخيه اخرى لاسود الاطلس في المونديال لا غنحطوا الماكسيموم بحال ما غاديش تكون سهله ملي كتحطي واحد لو ماكسيموم بحال اللي حطيتي الماتش هذا غنشوفوا الدراري اللي ما لعبوش حتى هما نحطوا لهم الوقت ديالهم واخا نبغيو نساليو ثلاثيام مي غنردوا البال عندنا بزاف ديال البليسي غنشوفوا المهم يحطينا الماكسيموم دابا ما غاديش نفكروا في هذا الماتش دابا غنرتاحوا غنشوفوا غنجمعوا غنقول لهم برافو للدراري باسكو تقاتلوا هادشي اللي كيامني شابو با تبارك الله عليك خويا المنتخب المغربي وليد الركراكي سي وليد اهلا وسهلا بك مره اخرى فرحتي الشعب المغربي في مباريات سابقه اكيد الجميع فخور باللي قدمته شنو كان ناقص اليوم للمنتخب المغربي فوالا يمكن ماشي لا بريسيون باسكو الدراري دخلوا مزيان كانوا باغيين يديروا شي حاجه اللي كبيره بالحق لو تخاو نيفو باش توصل لا فينال لي بتي ديتاي ماركاو دوغيا خليناهم يدخلوا في الماتش شفتي زلقتي ومشاو يماركيو في الكره الاولى ديالهم حطت لهم الثقه سي لي بتي ديتاي ابخي رجعنا في الماتش حق ضيعنا بزاف د الكواري في بروميير ميتون الحمد لله ما سجلوش الثاني دوزيام ميتون دخلنا باش نمشيو نشجعوا دينا ان تري بون دوزيام ميتون وشفتي لا موان ريغور اللي درنا ماركاو الثاني سي لي بتي ديتاي عندهم اللاعبين القدام اللي بوالو يقدروا يماركيو احنا جاونا بزاف د فرص وما سجلناش وهذا لو نيفو غنتعلموا من هذا الشيء تعلمنا بزاف في هذه لا كومبيتيسيون اللي مهم اون با دو ريغري باسكو حطينا الماكسيموم بديتي البطوله كلها باربعه ديال المدافعين اليوم لعبتي بثلاثه واش ممكن تشرح لنا السبب لا السبب علاش كنا باغيين بلوكيو امبابي وديمبيلي عندهم لا فيتيس بدينا مزيان اون بليس كان عندنا غانم سايس بليسي كنا باغيين يكون مرتاح فلاكس في الاخر مره كدير دي شوا اللي جاسوم كومبليتمون بحال من الاول اللي مهم هي ماشي لا تاكتيك اليوم هي ليتا ديسبري كان مزيان حطينا الماكسيموم اي با دو ريغ افوار بون كوراج ميرسي بوكو شكرا معنا ياسين بونو ياسين بونو فوق طاقتك لا تلام من المسار البطولي للفريق الوطني في كأس العالم اليوم كثرة الإصابات الضغط النفسي الإرهاق البدني الكبير لكن رغم ذلك تعامل ممتاز مع المنتخب الفرنسي هنيئا لكم والرحلة مازال ما انتهتش في المونديال كما شفتي المقابلة ما كانتش سهلة بصح كنا يعني كان عندنا هذا الحلم باش نمشيو للنهائي كنا تايقين بأن غادي نفوزوا بهذه المقابلة ما كتابش كنظر الدراري داروا مقابله كبيره يعني المجهود كان جبار كان عندنا فرص الحمد لله على هذا الاداء يعني ديال الدراري بقى مقابله واحده خصنا نواجهوها بجديه ديال المقابلات اللي دازوا اكيد ما كانش سهل على انه يتم الاصابه ديال كل مروان سايس ونايف اكار تعودتي على انه تلعب معهم قبل انطلاق المباراه كانت شويه صعيبه بالرغم من الاداء الجيد لكل من اليامي قدري لا صراحه الدراري اللي دخلوا لا جواد لا داري يعني أدوا واحد الأداء كبير وكانوا في مستوى كبير صراحة يعني ما حسيناش بابسونس ديال لا رومان لا نايف وكان بغي نهنيهم يعني صراحة هذا الجروب بين بأن قادر يتنافس مع أكبر المنتخبات اليوم فكما شتي يعني كنظن الهدف الأول شوية صعب علينا المقابلة كاين هي هذه كرة القدم يعني المنتخبين بان عنده شخصية كانوا فرص من بعد الهدف من بعد يعني جات واحد الفرصة ديالهم اللي كما شفتي واحد الكرة يعني فيها شوية ديال الزهر فتماركا بيت الثاني فعلى اي يعني المنتخب دار واحد المقابلة كبيرة صراحة الأداء كان كبير ابتسامة ديالك فينايا ديما كاين تبارك الله عليك ياسين بونو شكرا لك بالتوفيق في المباراه المقبله امام منتخب كرواتيا عودي لك عادل خلنا اقول لك اليوم اعتقد ان كل عربي فرحان بما قدم المنتخب المغربي وما قدمته بكل تاكيد في هذه البطوله وما في حد زعلان بكل تاكيد من حتى خساره امام منتخب فرنسا
لا اولا الحمد لله على الوجه المشرف اللي دار به المنتخب الوطني منذ بدايه ديال هذه البطوله. الحمد لله كيف قلتي هذا افتخار لينا للشعب ديالنا اولا والشعب العربي كامل اللي كان السند ديالنا، كذلك الشعب الافريقي اللي كان في دار ديالنا. الحمد لله اليوم حققنا واحد الانجاز اللي يمكن لنا اننا نفتخروا به السنوات الجايه، لا مع عائلاتنا لا مع الشعب ديالنا. كنتمنى كنا ناويين على اننا نحققوا لهم واحد تأهل تاريخي النهائي ولما لا الفوز باللقب. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. اليوم انتهت الرحله ديالنا امام منتخب اللي كبير، منتخب صعيب، منتخب بطل العالم. الحاجه الوحيده اللي يمكن لنا اننا نفتخروا بها هي اننا قدمنا كل ما عندنا كل ما عندنا تضحية الواجب الوطني. الحمد لله كنظن ان الكل شاف نهاية المقابلة وحنا فخورين بهذا الجمهور الكبير. مباراة المركز الثالث اعتقد انها اليوم باتت مهمة وايضا مطلب وطني اليوم اعتقد بالنسبة لكم، فرصة عظيمة. اكيد نتمنى ان شاء الله على اننا ناخذوا هذا اليوم نرتاحوا مزيان ونستعدوا للمباراة المهمة بالنسبة لنا احنا كلاعبين ولا بالنسبة للشعب المغربي. نتمنى اننا نحققوا فيها الفوز وندفروا بميدالية الفضية النحاسية ان شاء الله. مركز ثالث، شكرا. جديد معنا حارس المنتخب المغربي ياسين بونو، اهلا بك ياسين. للاسف الرحله تنتهي هنا، لكن قدمتم كل شيء في هذه البطوله، صنعتم تاريخ جديد. ماذا يمكن ان تقول عن هذه المباراه التي لم تكن سهله؟ ما كانش المقابله ما كانش سهله ضد واحد المنتخب اللي يعني عارف كي يدير في الملعب. ف يعني درنا مقابله في مستوى كبير، كانوا عندنا فرص، يعني الدراري حطوا كاع داكشي اللي عندهم. كنبغي نشكرهم الشيء اللي كاين كوريا هذه الواحد دابا ريكوبيري باش يواجه باقا مقابله باش نفوزوا بها ان شاء الله، وكنظن تكون مهم. الجميع شاهد ما قدمه المنتخب المغربي في هذه البطوله الاستثنائيه، هل ستناقشون المباراه المقبله امام كرواتيا بنفس الحماس والروح القتاليه؟ هذا المنتخب يعني لا بغى غادي بهذا المستوى ديما، فلا بد خصو يواجه كاع المقابلات بجديه، والمقابله الجايه تكون مهمه لينا باش نوريو. كلمه قصيره لهذا الجمهور الذي ساندكم منذ بدايه البطوله. كنبغي نشكروا كاع الجماهير، فصراحه حسينا بالتشجيعات ديالهم السند ديالهم، وكنتمناو يعني في لي زيشونس جايين نفرحوهم ان شاء الله. كل التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا، عودة اليكم. كأس العالم اللي جايه بعد كده يعني دي حاجه مهمه جدا، وثقه ودفعه كنا كلنا محتاجينها يعني، والحمد لله انها حصلت وبرافو. اليوم بعد في فرصه بالمركز الثالث، في فرصه على المركز الثالث، بتشوف برايك بهيك مستوى هل بيستطيع المنتخب المغربي قدام كرواتيا يفوز؟ مش صعب اكيد طبعا، هم واجهوا كرواتيا قبل كده في دور المجموعات ولعبوا احسن بكتير، فهي مش بعيده عليهم خالص يعني. انا ان شاء الله متوقع ان هم يطلعوا بالميداليه البرونزيه باذن الله ان شاء الله.